حابين نعرف عن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، عن هي طبعا عن مجمل الأبحاث يلي أنت قمت فيها، عن مسيرتك كشخص عبقري ما شاء الله عنك. تفضل. يعني أول شيء شكرا على دعوتكم وعلى اهتمامكم بهذه القضايا، وشكرا لمؤسسة عبد الحميد شومان كمان اللي أعطتنا الجائزة. هي جائزة، هو مؤسسة عبد الحميد شومان هي تابعة للبنك العربي بالمناسبة، سمي واضح انه المؤسسة تعني في البحث العلمي وبتعني باشياء، يعني لها رسالة مش زي يعني كثير من المؤسسات. وسنة تقدم 350 واحد وصار في تنافس، يعني بالاخر اجت ل 15 شخص، وهي عن مجمل ابحاث، هي مش عن بحث معين يعني قمنا فيه، او هي عن مجمل يعني جميع الابحاث اللي قمنا فيها. انا طبعا تخصصي بال يعني حاسوب وبشتغل في اللغة العربية كمان، فهم بسموها حوسبة اللغة العربية. وهذه قمنا في عدة مشاريع احنا ذات علاقة بحوسبة اللغة العربية، منها حوسبة معاجم وفي كثير أبحاث قمنا فيها، وحوسبة حتى اللهجة العامية الفلسطينية قمنا بحوسبتها، وشيء اسمه الأنثولوجيا العربية، هي هذا جزء من علم الذكاء الصناعي، فهي من أجل إنه الآلي أو حتى جوالنا يصير يقدر يفهم على الشخص العادي البسيط في لغته يتفاهم معاه، هي من أجل هذه القضايا. نعم دكتور، هذا شيء مهم كمان على المستوى العربي لأنه مفقود، صح؟ يعني إحنا نحكي عن شيء فيما يتعلق بحوسبة اللغة العربية، يعني يمكن إشي جديد مش كتير من الناس اللي اشتغلوا عليه، صحيح؟ هو حوسبة اللغة العربية هي مضبوط ضعيفة جدا إذا قارنا في اللغات الأخرى، يعني إحنا بنحكي الفرنسي بيحكي مع أو الألماني بيحكي مع الجوال، والجوال صحيح. بيفهم عليه أكثر من العربي يحكي صحيح. مع جواله. هلا في طبعا شغل في الزملاء كثير في العالم، مش فقط حتى في الوطن العربي، ولكنه ضعيف يعني يعني بجوز آخر 5 سنين بلش يقوى شوي، ولكن هو بشكل عام ضعيف صحيح. ف يعني نأمل إنه يعني هذا يشجع كثير زملاء إنه ينخرطوا في أبحاث اللغة العربية. حلو كثير. طب دكتور، لما أنت جيت فكرت بموضوع حوسبة اللغة العربية، هل أنت فكرت بفئات عمرية معينة لاستهدافها، أو أي فئات بالمجتمع لاستهدافها، أم إن الموضوع شامل بيشمل كل الفئات العمرية وكل المجتمع؟ لا، هو في الأبحاث إحنا عادة منفكرش بفئات، إحنا منفكر في مشاكل معينة. يعني مثلا كانت مشكلة اللهجة العامية، فبدنا نحل المشكلة. إيش المشكلة؟ مثلا أنا ما بقدر أحكي باللغة العامية كثير مع الحاسوب طبعا، أو إذا كتبت على السوشيال ميديا بالعامية لو كتبت بالسوشيال ميديا العامية، أنا بدي مثلا بدي أترجم لواحد ثاني، بدي أترجم للإنجليزي مثلا، يعني هذا طبعا مش دعم للعاميه، بس هو عاميه عن عاميه بتختلف، اللهجات الفلسطينيه بتختلف، اي لهجه كمان احنا كنش عنصري في بعض اللهجات الفلسطينيه صعب على الحاسوب يفهمها، يعني هذه صعب احيانا احنا على بعض نفهمها يكون يعني حسب التشاف وحسب الاف وال صحيح. دكتور مصطفى، يعني حصلت على عدد من الجوائز قبل 6 أشهر، أيضا آخرها كانت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وأيضا منحة جوجل للأكاديميين، ومنحة زمالة من مؤسسة فولبرايت الأمريكية، وكذلك أكثر منها أيضا في منحة أو جائزة من الاتحاد الأوروبي وغيرها، يعني مسيرة طويلة الحقيقة. نتحدث عن قامة معرفية وعلمية وشغف، يعني واضح أن هناك شغف للمعرفة والعلم، وإحنا بنكون سعداء كنا نحكي تحت الهواء هذا الشيء لما بنشوف هاي الإنجازات الفلسطينية وهاي الأدمغة الفلسطينية موجودة في البلد. يعني أنت طبعا أستاذ في جامعة بيرزيت، رغم الحديث أو كثير من الناس اللي بتحكي أنه هاي أنه في عنا بيئة طاردة للبحث العلمي، يعني في مشاكل فيما يتعلق بالبحث العلمي، وضح لنا أكثر كيف كانت رؤيتك وقديش أنت يعني متمسك بوجودك في أو خدمة البلد من هون. هي الحقيقة بيئة طاردة، يعني هذا يعني ليس افتراء إنها بيئة طاردة، لا شك إنه في كثير منغصات بتعرضوا لها مرات، مش فقط الأكاديميين، حتى في عالم المال والأعمال، وفي كثير كبعض القضايا يعني بتطرد، يعني لا مش بيئة مشجعة كثير.
ولكن لا تعني بنفس الوقت انها دائما انه هو الانسان في كل مكان يعني بيواجه صعوبات يعني برضه طبعا بنفس الوقت الانسان لازم يكافح هو ما في نجاح بدون صعوبات. هلا هاي قضيه. القضيه الثانيه يعني يجب على الانسان برضه انه يكون يعني ينتمي لبلده يعني بمعنى إن ما هو على فكره هي مش فقط عطاء الانسان ما بيعطي فقط بلده، هي بلده بتعطيه. هو انا مكاني اذا كنت انا في دوله اخرى ما باخذ نفس المكانه ولا باخذ نفس الاحترام ولا نفس يعني بجوز بهاي النقطه تحديدا الامكانيات تكون اكثر ولكن بسبب حقيقه يعني الانسان بعدين الانسان ينتمي الى يعني الى خلينا نسميه الكبرياء الوطني صحيح اذا ما كان موجود عنده مش انسان برضه يعني طبعا. فالانسان هذه ولا هذه مسؤوليات على الاكاديميين، الاكاديمي عليه مسؤوليه من نوع اخر اللي هو يعني بنسميها يعني الروح والكبرياء العلمي تاع البلد لازم يكون عند الاكاديميين. وهذا يعني احنا انا بعرف زملاء كثير لا ما كره كل الاغراءات صحيح هي مواجهه الاغراءات يعني والتقدير مصرين وبتعرضوا مصرين يكونوا موجودين يعني. احنا هون عم بنشوف مباشره على الشاشه الصور خلال تكريمك اكيد بالجائزه. نعم طبعا هاي الجائزه تبعت محمد بن ناشد المكتوم اللي هي قبل 6 أشهر ايضا، لانه تكريم عبد الحميد شوبان لسه رح تكون جائزه عبد الحميد شوبان للشهر المقبل في 26/10. نعم حلو كثير. طيب خلال حديثك عن انتمائك للوطن خلينا نذكر عن انك دكتور مصطفى يعني انت انضميت لاسره جامعه بيرزيت ب 2009، احنا هون نتحدث عن 10 سنوات، كنت ايضا استاذ زائر لجامعه في نيويورك او جامعه نيويورك وايضا جامعه قبرص وفي بلجيكا ايضا، مسيره مليانة يعني ومزدهرة بالعلم، ولكن أنت عدت لأرض الوطن، أنت تحدثت هون عن انتمائك لوطنك، مسيرتك بجامعة بيرزيت تحديداً، نتحدث عن 10 سنوات من اليوميات يعني مع الطلبة ومع الكوادر هناك، حدثنا عنها بما أنك هون ببلدك، تفضل. يعني أنا فخور أكون في جامعة بيرزيت للأمانة، و يعني احنا في عنا يعني خلينا نقول الحد الادنى من وجود مؤسسه حقيقيه في 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 فلسطين، يعني هي جامعه فخورين نقول يعني انها جامعه حقيقيه بالرغم من كل الصعوبات اللي يعني بنواجهها. احنا ما بنكرر حالنا برضه في جامعات ميزانياتها مليارات في السنه، احنا يعني ف يعني هذا وطلاب الجامعه احنا محظوظين كمان خاصه يعني في دائرتنا وفي كليتنا ان احنا بيجينا افضل الطلبه والروح الحلوه لطلاب الجامعه يعني هذا حدث ولا حرج فيها الروح القوي والروح حتى المتمردي وهذا الشيء اللي بيصنع بس جيلك قريب على جيلهم يعني خلينا نقول تتفاهم معهم صحيح مش رح اناقشك في هاي المعلومه مش رح اناقشك يعني هي في عنا ادوات في الجامعه كمان يعني بتدعم البحث العلمي، في عنا لجنه البحث العلمي، في عنا يعني عمليه البحث العلمي كمان في جامعه بيرزيت مؤسسي يعني، وهذا الشيء طبعا مشجع يعني لاي فلسطيني بيحب يعود يعني تمام. فهي كمان يعني في عنا الادوات والطلبه ويعني الامكانيات المتواضعه جدا جدا، بس هو الاكاديمي برضه لازم يعني مرات بدنا نجيب مال حتى نوظف نشتغل طبعا. صحيح وهذا بده نشاط يعني ما بيعتمد فقط على الجامعه من الخارج يعني يمكن كمان صحيح. انا بقول كمان دكتور دائما القلق المعرفي والشغف هو المفتاح لكل هاي الاشياء، يعني احنا دائما الفلسطينيين من ولا شيء بنصنع شيء لما بيكون في عنا اراده خاصه فيما يتعلق بالبحث العلمي، وهذا والدليل على ذلك كمان مشروعك انطولوجيا اللغه العربيه المشروع المميز اللي كمان على مدار سنوات واخذت عليه كمان جائزه اللي هو جهد متواصل لسنوات من اجل يعني هل رح تحدثنا عنه اكثر، بس اللي هو كمان كيف تمت حوزبه 150 معجم لغه عربيه في ضمن هذا المشروع، بتصور هذا مدعى للمفخره يمكن إلك وإلنا جميعا يعني أنه يكون عندنا هذا المرجع وهذا المحرك زيه زي جوجل وأحسن من جوجل كمان. حدثنا كيف أحسن يعني هو عم نقصد هون إحنا الترجمة يعني جوجل كمحرك بحث نقصد اللي هو جوجل ترانزليت أو جوجل ترجمة جوجل انعمل أنه يترجم جمل صحيح مش يترجم كلمة، إذا بتحطي له كلمة واحدة جوجل أضعف إشي بيكون بالخم كل ما حطيت كلمات أكثر بتزيد دقته، هذا يعني انه هو اصلا بيعتمد على الاحصاء، فكل ما عملت سياق اكثر جوجل احصائيا بقدر يقدر الترجمه.
فما في مكان في كل المعاجم العربية أبحث فيها على فكرة ولا الإنجليزية. أنا ليتر يعني بعدين اكتشفت أنه حتى اللغات الثانية ما فيش تجميع للمعاجم. فأنا شفت طلابنا عمالهم بترجموا في الكلمات وهم بدرسوا بس بترجموا أشياء خطأ أو ضعيفة، وهذه بتظلها موجودة تتراكم الأشياء الخطأ تتراكم. فهذا أنا بسميه تشويه معرفي، فلازم يكون في يعني إشي دقيق، والمعاجم موجودة على الرفوف بنفس الوقت وما الناس ما برجعوا لها كمان. والناس يعني ما برجعوا لها. إيش المشكلة نركن على جوجل ترانسليت؟ يعني مش هذا مش يعني مش اختراق عملاق إن نجيب ونجمل المعاجم، هو بيكلف جهد بس هو منجمع المعاجم ومن نطبعها كلها ومنوحدها في قالب واحد، وبهاي الحالة أنت بتصير تعملي إشي أدق من جوجل في الترجمة. بعدين اكتشفنا حتى اللغات الثانية ما لهاش نفس ال يعني كثير. هلا في الاتحاد الأوروبي في مشروع كبير، مجموعة من الدول الأوروبية هم عمالهم بيدعونا لأنه عشان يأخذوا التجربة، لأنه لسه مش معمولة هذه حتى لا براءة اختراع يعني. قديش فخورين فيك دكتور مصطفى، بس أكيد أنت يعني واجهت صعوبات. كنت أحكي مع ألاء قبل الفقرة، إحنا أكيد رح تحدثنا بكل المواضيع الإيجابية، خلينا هيك ننتقل للناحية السلبية من الموضوع. صعوبات كتير أكيد واجهتها أنت خلال مسيرتك، مسيرة سنوات إحنا بنتحدث عنها. نتحدث هون تحديدا عن مشاكل البحث العلمي يلي واجهتك انت. يعني نحكي عن السلبيات. لا، هو المشاكل البحث العلمي اول شيء للامانه احنا ما عندنا طلاب دكتوراه. عاده الباحث ما بيعتمد فقط على نفسه، فيش حد لحاله يعني في مجالنا احنا. يعني احنا مش بنقعد بنفكر فقط وبنكتب، احنا بنفكر وبنطبق وبنعمل تجارب و و و بالضبط. فعادة ما بيصير الدكتور انه يعمل كل شيء لحاله، فبده فريق. وعادة في دول برا اللي بيعمل هذا العمل وبيساعد الدكتور عادة بيكون طلاب الدكتوراه. هلا احنا ما عندنا برامج دكتوراه، كمان احنا ما عندنا تمويل. فاذا فقد التمويل وانفقد الطلاب، يمكن الزملاء في الوطن برا بيعرفوا شو معنات ما يكونش طلاب دكتوراه، وما يكونش ما يكونش عندك طلاب وما يكونش عندك تمويل. يعني ايش الادوات اللي بدك تشتغل فيها؟ هلا هذا الاشي انا بدعو يعني الوزاره انها تنفتح على برامج دكتوراه، وبدعو انه احنا ميزانيه البحث العلمي مش موجوده عندنا في الوزاره. صحيح. وهذا يعني كارثي، يعني كارثي بمعنى الكلمه. وعلى فكره هذا بينعكس على الاقتصاد. يعني طبعا احنا اللي بنعمله ممكن شركات فلسطينيه تستفيد، يعني تبني عليه وتبيعه، وبالتالي احنا بنصير نصدر. فهذا بيفتح سوق يعني، واحنا قادرين على المنافسه يعني بكل تواضع بقولها. على الأقل احنا بننافس في اللغة العربية، بننافس الدول العربية فقط، فيعني ممكن ننافس كمان. دكتور يعني للأسف انتهى وقتنا، بس احنا يعني مستمتعين في الحديث لا يمل معك ابدا. بدي اضيف شغلة للي تفضلت فيه فيما يتعلق باللغة، وقديش انه الكلمات بترسخ في اذهاننا، يعني ان كانت خطأ وان كانت صح. بالامس قرأت معلومة انه اللغة هي من تشكل الوعي، وبالتالي إذا إحنا ما عندنا الكلمات والمفردات اللي إحنا نعبر فيها عن حالتنا، ما بنقدر نفهم شو الحالة اللي إحنا فيها، وليس المشاعر. يعني إذا بنحكي عن حرية بس إحنا ما عندنا مفهوم الحرية أو كلمة الحرية، نقدرش نعبر أو نفهم إنه إحنا مثلا فاقدين لهذه الحرية. كل الشكر لوجودك معنا دكتور، وإن شاء الله في المستقبل هيك نستضيفك في جوائز وتقدم جديد. شكرا لك. شكرا لك دكتور مصطفى جرار. وهلأ من استوديوهاتنا برام الله خلينا نروح لزميلتنا إسراء وتقرير من لبنان، مستشار الملك وعمل مسرحي مستوحى من الأدب العالمي. تحية لكم مشاهدينا. بإطار النشاطات الفنية والثقافية اللي عم تشهدها ساحة بيروت، نظم الاتحاد العام للفنانين وأيضا المسرح الوطني الفلسطيني مسرحية بعنوان مستشار الملك. خليكم معنا لنشوف هالحدث نحن وياكم. يا رئيس الحرس مولاي، بدك روح تحكي لكل الصحفيين وكل الكتاب وكل التجار والعمال والفلاحين، وبتحكي لكل الناس كان المملكه ممنوع الجوع.